مرحبا في قناتكم كانت روزا تشانل وفيديو جديد عن مسلسل اخوتي. وقبل ما نبدا حط لايك للفيديو، سبسكرايب للشانل، شير الفيديو ده كتير، فعلوا جرس اشعارات عشان يوصلكوا كل فيديو جديد بنزله على القناه. اعملوا فولو على انستغرام، متنسوش تعملوا سبسكرايب للقناه الثانيه، هسيب لكم لينك في صندوق الوصف. ويلا بينا نبدا الفيديو ده. هكلمكم عن مسلسل اخوتي وملخص احداث الحلقه 20 او الحلقه الثانيه من الموسم الثاني، وايضا هعرض لكم صور مسربه من الحلقه واخبار حصريه، فكملوا الفيديو للاخر. وملخص أحداث الحلقة الثانية من موسم الثاني أو الحلقة 20 هو: يمكن أن يأتي الأمل بالصفحة التالية، لا تغلق الكتاب بسرعة. وقت ما الإخوات إيرين واللي هم قدير وأسيا وعمر وأمل هيحاولوا أن هم يحققوا أحلامهم بالمال اللي هم حصلوا عليه، توصلت زوجة عمهم شينجول بالفعل إلى فكرة الاستفادة من المال ده، واللي هو تقريبا الفكرة دي المطعم. وقت ما تولجا هيستمر بالخداع وإزعاج دروك في المدرسة، وأسيا هتكمل ان هي متضايقه من دروك بسبب ان هو مستمر في ان هو يتعامل مع تولجا، حقيقه ان ايبوكي هتدرس بيرك هو اكتر شيء بزعج اولجان. ووقت ما بيعاني أسيا ودروك الم الانفصال، جميله مكمله ان هي تدور على اختها. وبس هو ده ملخص احداث الحلقه 20. وبالنسبه للاخبار الحصريه، ففئه اكثر ثنائي مشاهير هذا الاسبوع حصلت أسيا ودروك على المرتبه الرابعه في الفئه دي بعدد اصوات 205,216، ويعتبر هما الثنائي الأصغر ما بين كل الثنائيات الموجودة. أي نعم أدا وبرا سنهم صغير، لكن أنا بتكلم عن أسيا إن هي 17 سنة تقريبا وبتحقق الإنجازات دي كلها، ففخر لكل محبين المسلسل أسيا أو سوبر جيازكي. الخبر التاني، صرح الصحفي دينيس توران وقال إن هناك طرف تالت بين ماليسا وقدير، لكن محددش اسم الشخصية اللي هتكون طرف تالت ما بينهم. والتوقعات بتقول ان ممكن تكون جميلة. انا في الفيديو اللي فات عن مسلسل اخواتي قلتلكم ان واضح ان جميلة هتكون طرف تالت ما بين ميليسا وقدير. هي هتعجب بقدير، لكن مش لدرجة ان هي تخلي ميليسا وقدير ينفصلوا. فممكن يكون ده قصد الصحفي ان هي هتكون طرف تالت وتحاول انها توقع ما بينهم، او ما تكونش جميلة اصلا وتدخل فتاة اخرى تكون هي الطرف التالت ما بينهم. في الصورة دي واضح ان الاخوات هيروحوا عند قبر ولدهم ووالدتهم، يعني ما نسيوش الحتة دي من الموسم الاول، ودي حاجة عجباني جدا ان لسه في احداث من الموسم الاول ما تنستش. والصورة دي من الكواليس، والقائمين على المسلسل قالوا انتظروا مشهد جميل قوي ما بين اسيا ودروك. والصورة دي بالظبط تدل عن كلامي صح، قلتلكم قبل كده في الفيديوهات ان اسيا ودروك هينفصلوا، لكن هيكون في مشاهد ما بينهم جميلة ورومانسية حتى لهما منفصلين، فده اللي هنشوفه في حلقة اليوم اللي هي الحلقة 20. والصورة دي أيضا من الكواليس، واضح إن هو تجمع عائلي وهم رايحين المدرسة، واضح إن هو تجمع قدام القن في مشهد من المشاهد، وشايفين أمل لابسة شنطة، فممكن تكون هي كمان رايحة المدرسة أو دي شنطتها العادية. المهم أنا الصورة دي حبيتها قوي لأني بحب تجمعهم مع بعض. وبس كده يكون الفيديو خلص. أتمنى يكون الفيديو عجبكم، اكتبوا رأيكم في الكومنتات. لو عندكم أي سؤال أو استفسار اكتبوا في الكومنتات وأنا هرد عليكم. متنسوش لايك وشير وسبسكرايب، تفعيل جرس الإشعارات عشان يوصلكوا كل فيديو جديد بنزله على القناة. باي باي.